موثوق بها. هذا اعتقاد أمريكي بصحة تقارير تتحدث عن وجود عسكري أريتري داعم للجيش الإثيوبي في إقليم تيغراي. رغم نفي أديس أبابا وأسمر لتلك التقارير، لكن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عدها خطيرة وحض على سحب أي قوات من هذا القبيل على الفور. الأدلة التي تملكها واشنطن على تورط إريتريا في الحرب الإثيوبية وفق رويترز تشمل صور الأقمار الاصطناعية إلى جانب الاتصالات التي اعترضت والتقارير الواردة من تيغراي، أدلة إن صحت من شأنها خلق مأزق سياسي محتمل، إذ تنظر واشنطن إلى أثيوبيا باعتبارها حليف رئيسي في منطقة القرن الأفريقي المضطربة، لكنها تتهم إريتريا الآن بارتكاب انتهاكات جسيمة فيما يخص حقوق الإنسان. في أحد مفاعيله، فتح الصراع في تيغراي مطالب دولية بتحقيقات مستقلة، إلا أن أديس أبابا ترفض ذلك، ما عزز الشكوك بارتكاب الجيش الإثيوبي لتجاوزات قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. وتلك خطوة وضعها مراقبون في سياق الرغبة بإعطاء مزيد من الشفافية وإيضاح تفاصيل ما جرى خلال شهر من صراع مسلح تسبب في مئات القتلى وفرار نحو 50,000 شخص إلى السودان المجاور. ومنذ إعلان الجيش الإثيوبي انتهاء العملية العسكرية بنجاح بالسيطرة على الإقليم، تصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على استمرار القتال، الأمر الذي يثير مخاوف خبراء من اندلاع تمرد طويل الأجل تكون له تداعيات مزعزعة للاستقرار في أنحاء شرق أفريقيا.